اليوم تمتعنا في الكواليس، حكينا على درس مسرحية تدرس اليوم في الديسيبلين البرة، في وقت الدخول احترام المواعيد، في الخدمة يستقبلوك بكتاب مزين كي من هكا يوريك المسرحية مخدومة على قاعدة متروزة مليح، أكيد كل شيء موجود. وهذا ديما نأكد عليه احنا، وقلت هذا في عدة مناسبات، انه معناتها حتى الزملاء، حتى زملائنا اللي يعملوا في المسرح ما يتسرعوش، معناتها نعرف اللي عندنا برشا ممثلين محلاهم، معناتها وبرشا مخرجين زاد، سواء كانوا شبان او كهول او غيره، معناتها عندنا طاقات لا بأس بها ونفتخروا معناتها بالشيء هذا كل. مسرحية كما ريتوها معناتها مسرحية سهل الممتنع، معناتها هي تبدو سهلة ولكن هي صعيبة ياسر ياسر، برشا عمق، عميقة جدا. وإحنا أنا وصديقي المنصور الضيب أكدنا على الناحية هذه، معناتها لازم تكون مسرحية ريفليشي، معناتها ماهيش ماهوش سيري دو غاغ ولا معناتها كليشيات ولا نوامر ولا نكت ولا غيره، مسرحية فيها بداية كما شفت ما فيها نهاية، فيها حكاية، حكاية حلوة ياسر تمس البوبليك التونيزيان، خاصة المواطن التونسي المواطن العادي. أكدنا على الناحية هذه معناتها ونجح العرض الليلة، تفاعل كبير مع الجمهور الحمد لله. اليوم ناس كانت تستنى، رينا برشا عباد جات باش تكتشف، يعني تعرف انه لمين نهدي حاجه في القمه والبقاء في القمه صعب، يستناو بعد الغياب هذا اش باش يعمل لمين نهدي، لانه ناس كل مره نقولوا هذا العمل ما ناش باش نجم نطيحوا عليه. اليوم يظهر لي انت تنافس في روحك، واليوم بنموت عليك مع الموضوع الحساس اللي في وسطه، فما برشا ميساجات احنا قعدنا نتبعوا في الموضوع شوية شوية، حبينا نشوفوا شنو الحكاية، حكاية كبيرة برشا وصعيبة لكن ضحكتنا في نفس الوقت. أكيد أكيد ولا معناتها هذا مشهود بتاع 3 سنوات، المسرحية رو مش في شهرين وثلاثة عملناها، مسرحية 3 سنوات وإحنا نحضروا فيها